نعم، يعني ما رأينا حقيقة من تكاتف الإخوة السوريين سواء في داخل سوريا، وأنا أقول وأكرر حقيقة أنا معجب يعني بكل الشعب السوري، وأسأل الله أن يحفظ كل الشعب السوري وأن ينصرهم، نعم. أن ينصر المسلمين والمسيحيين والسنة والشيعة، أن ينصر جميع المظلومين هناك، وأن يسقط هذا الطاغية. يا أخي الظلم وقع على هؤلاء جميعا، نحن لا نرضى حتى أن يقع الظلم على مسيحي ولا على شيعي ولا على علوي، كما أننا لا نرضى أن يقع على مسلم ولا على سني. كل هؤلاء يجب علينا نصرهم. وأنا لما أتكلم عن الشعب السوري ونصرة الشعب السوري، ترى أقصد نصرة جميع الشعب، نعم، لا أقصد أن ينصر فقط السنة ولا ينصر فقط فئة. المسلمين، نعم. فئة لا. دون فئة، لا نعم. والله أنا لست يعني أدعو إلى مثل هذا، بل نعم. أدعو إلى نصرة جميع المظلومين، أحسنت. وأن يؤخذ على يد الظالم، وأن يقصر عن ظلمه الذي يقع منه، أحسنت. وأن يتكاتف إخوتنا أكثر، سواء الإخوة السوريين الذين في الخارج مثل ما ذكر الشيخ، أو كذلك الناس الذين في الداخل. ثم يا أخي سبحان الله، أنا أعجب من قوة ثباتهم، وأقول لهم أبشروا إن النصر قادم. ويعني قد رأينا ما وقع في عدد من البلدان التي سبقتهم، ومع إصرارهم على الخير، وإن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. أنا أقول لا. إن هذا الفاجر، هذا القذر بشار ومن معه، أنا أجزم أنه منذ 6 أشهر لم ينم ليلة هانئا، لا. ما نام ليلة وهو هانئ ومبسوط ومرتاح. وأنا أجزم أيضا كما بلغني من بعض التقارير اللي وصلتني عبر الإيميل من إخوة يراسلونني من هناك، أن عددا ممن هم من نظامه الفاسد، نعم، قد هربوا أموالهم إلى الخارج، وبعضهم هرب زوجته وأبنائه إلى الخارج، نعم، تحسبا لوقوعه على وجهه، وأن يطأ الشعب بأقدامهم على وجه القذر. نعم. يا أخي لما واحد يكون في مسؤولية ويهرب أولاده للخارج، معناه إيش؟ معناه أنه يترقب أن يؤكل كما أكل غيره. فأنا أقول لإخوتي أبشروا، ترى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. وبشار منذ 6 أشهر وهو يرى هذا الشعب، أنا أجزم أنه ما نام ليلة هانيا. الطغاة الفجرة الذين معه، أخوه الفاجر ماهر ولا غيره من الفجرة الذين يتعاونون معه على الإثم والطغيان وعلى قتل الناس واغتصابهم، هؤلاء جميعا ما نام أحد منهم منذ 6 أشهر ليلة هانئا، نعم، بسبب أنه يتربص أن يصاب ليلة من الليالي أو يسقط حكمه. وأنا والله كأني أرى الآن بعيني بإذن الله الواحد الأحد، نعم، يعني كأني أرى بعيني الآن، وستذكرون ما أقول لكم، كأني أراه الآن في السجن كما رأينا غيره، أو أرى الناس يطؤون تماثيله بأقدامهم. يا أخي من كان يصدق، من كان يصدق أن يوطأ على 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 تمثال القذافي بأقدام الناس؟ من كان يصدق؟ نعم. يا أخي متى كان السوريون يجرؤون على أن يأتي أحدهم إلى صورة القذر هذا بشار، ولا صورة أبيه الهالك ويمزقها؟ من كان يجرؤ يا أخي على هذا؟ صحيح. ما كان يجرؤ أن يحذفها بحذائه؟ ما كان يجرؤ من السوريين أن يفعل ذلك؟ يا أخي أنا كنت في سوريا يعني عدة مرات ذهبت إليها، وكنت أرى بعض السوريين أول ما أتكلم عن الحكومة يبدأ ينتفض. أركب مع التاكس لما تكلم عن هذا القذر اللي يسمى حاكما عليهم، يبدأ ينتفض ويقول لي ما بدنا مشاكل ورجاء، وينزل لي من خوفا ورعبا. يعني هذه الحكومة الاستخباراتية، من كان يتصور أن هيبة هذا الفاجر ستقع من النفوس حتى تكون تحت الأقدام، ويأتي الطفل الصغير يمزق صورته من الشارع؟ من كان يتصور ذلك يا أخي؟ إذا سقط هذا الحاكم من قلوبهم وسقطت هيبته من نفوسهم، اعلم أنه سيسقط بإذن الله تعالى عاجل.